السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعينا اللي بتابعونا دلوقتي على شاشة قناتنا قناة المحور وحلقة جديدة من أنا حواء. خلينا زي ما احنا كده كلنا الدنيا مدربكة جدا علشان الكورونا. أنا مش هاخد وقت لكن عايزة أقول لكم مقولة عجبتني جدا للدكتور عمر عبد الكافي، قريتها وبحب أنقلها لكم. عن الناجي، الناجي من هذا البلاء ليس هو من ينقضي الوباء دون أن يمرض، ولكن الناجي هو من فهم الرسالة وسارع بالتوبة وعاد ترتيب حياته. الناجي هو من حول هذا الفيروس، فأيقن أن ليس في مال يكنزه ولا منصب يصل إليه ولا في دولة يعيش فيها ولا حتى في أسرة حاكمة. احنا شفنا الأمير تشارلز جات له والكورونا، ولا أسرة حاكمة ينتمي إليها، ولكن الأمان أنه إذا رفع وجهه للسماء وقال يا رب أجابه الله لبيك عبدي، اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأخرجنا من الغمة سالمين فائزين واجعل في لطفك بنا آية. يعني احنا كلنا بنبتهي إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بنتمنى أن ربنا يرفع البلاء، وعشان ربنا يرفع البلاء خلينا نطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى بالصدقة. علشان كده الفقرة الجاية اللي معايا بحبها جدا، وانتوا كمان ان شاء الله تكون في ميزان حسناتكم لما تتابعوها وما تحوليش التلفزيون وتتفرجوا عليها بقلبكم مش بس بعينيكم. بعد الفاصل مع أستاذ سمير السيد رئيس مجلس إدارة جمعية صدقة جارية. بعد الفاصل خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. وفورا مش هنضيع وقت، علشان الصدقة مش محتاجة وقت، الإحسان مش محتاج وقت، الخير مش محتاج وقت. علشان كده أنا وإنتوا النهاردة هنرحب بأستاذ سمير السيد رئيس مجلس إدارة جمعية صدقة جارية، وهنشوف النهاردة هيقدم لنا إيه علشان نبدأ الجهاد كده ونحتسب إن شاء الله إنه يبقى في ميزان حسناتنا. كل اللي هيتصل وهيشارك وهيساعد الحالات اللي بيقدمها أستاذ سمير واللي بيسافر لها آخر الدنيا واللي بيدور عليها، وعايزة أقول للناس اللي تواصلت معايا على صفحتي إمبارح واللي عندهم حالات إن شاء الله أنا هعرضها على أستاذ سمير، لا يتوانى في ان هو يروح ويدور ويعمل البحث حاله، مش كده استاذ سمير؟ الاول برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. امبارح جالي كتير قوي اس ام اس وناس اتصلت بيا كتير جدا على الصفحه بيسالوني وبيقولوا لي ازاي يقدروا يتواصلوا مع حضرتك، فيعني يا ريت تقول لهم طريقه التواصل مع حضرتك. طريقه التواصل من خلال صفحه جمعيه صدقه جاريه ومؤسسه دموع اليتامى، دي اسهل طريقه للتواصل بفضل الله عز وجل. ممكن بعد البرنامج بساعة ممكن يتواصلوا معانا جميع الحالات اللي محتاجة لنا من خلال أرقامنا اللي بتظهر دايما على الشاشة. دي طريقة تانية للتواصل. طريقتنا التالتة، لو الحالة صعبة قوي بيخرج مندوب من القرية، لو قرية فيها أكتر من حالة بيخرج مندوب من القرية بجواب من الوحدة المحلية معتمد ومختوم بختم الشعار موجه لجمعية صدقة جارية، وبيتواصل معانا وبيجي على العنوان وأهلا وسهلا بيه، مش مشكلة خالص. ده بالنسبة للحالات اللي مستنية حضرتك علشان تتواصل معاها، أما التبرعات والناس الأهل الخير اللي عايزين يتواصل مع حضرتك. كل اللي عايز يتبرع، عندنا طريقتين للتبرع علشان يكونوا سهلين قوي. الطريقة الأولى مندوب يوصل لك لباب بيتك علشان الظروف اللي احنا فيها الأيام دي، وما تقلقوش المندوب احنا معقمينه وبنعقمه باستمرار. الطريقة الثانية بنك مصر، رقم حسابنا أو رقمين حساب، ولكن دايما بنتكلم عن رقم حساب 101-1-800-800، ده سهل جدا في التعامل في البنك، والناس هناك في البنك بيكونوا متعاونين جدا لان الرقم ده حاصل على ترخيص جمع مال من وزارة التضامن الاجتماعي. تمام، خلينا بقى نشوف النهارده حضرتك سافرت ودورت وبحثت وجبت لنا ايه. معلش اتحملوا النهارده، انا طول الليل بحلم بالحالتين. ما تقلقيش، الحاجه صالحه جات لي في الحلم. الحاجه صالحه جات لك في الحلم؟ الحاجه صالحه ان شاء الله هنفرحها باذن الله بكره. تمام إن شاء الله. ولكن عايز اقول لحضرتك ان احنا النهارده معانا حالتين ومعانا انجازين، حالتين وانجازين، بس حالتين عايز اقول لحضرتك انهم اصعب مما تتخيلي. طب عايزين حاجه هاجي لكم بعد الحلقه، مش بقدر يا استاذ سمير. معلش ممكن نشوف؟ خلينا نطلع نشوف اول حاله، اتفضل. يا أخت الفاضل، والله والله يا أخت الفاضل يسعدك في الدنيا وفي الآخر، يعلم بنا ربنا من غير أي حاجة. أنا كنت بجري وأجي
ودلوقتي عندي 62 سنة تعبت بالدنيا وإعلام يا رب أنا ليا حد وأنا مخدوم. جوزي متوفي لي 15 سنة، جوزي متوفي وساب لي العجزانة دي ودي جوازة بعد هو معاه وعاه عيلة هي والعيل ده نازل لي كده من عند ربه، لا له أهل ولا له حد إلا هو ربنا بس اللي خليه مكفل بيه ولا حد يعرف عنه حاجة، وأنا المكفلة بيه وهو ربنا اللي خابه. يا أخت الفاضلة فك شر المرض وساعدونا ليغفر للأخت دي رب العيل ده. يا أخت الفاضلة ساعدوني يفكوا شر المرض ويسعدكم ويخليكم، أحسن أنا خايفة أموت ويجرى لي حاجة وهي اللي تطيح في الدنيا بابنة ومالهاش أي حد. الله ربنا يساعدوني يا أخت الفاضلة بأي حاجة من عندكم، معايا عايزة تاخدوا متاعي، عايزة تشتغل بأي حاجة عشان توكل ابنة وتجرى على ابنة. عملت العملية في دراع الشمال ما بقدر اطلع من اي حاجة خالص والله، وعندي 62 سنة تعبت من الدنيا دي وهي استقامة من الدمر علي والله، وعندي في البيت بالإيجار بندفع 200 جنيه كل شهر، 200 جنيه كل شهر في البيت من عند نفسي، والحالة زي ما انت شايفين والعيل ده عنده 3 سنين، دي عيل عنده 3 سنين اهو من قلة الأكل والشغل مصاريف علي والله، وانا الدكتور سعد على الاخر اشترك بيديني العلاج له والله، بيديني العلاج له من عنده هو كده والله من قلة الفلوس. عايزة أكل عيش شاي كشك ولا أي حاجة منه. ربي يخليك. جوزي مات وفى وسم العيد تعب لحمة حمرا وعليا ديون وعلى فم عيش لنا في النوم. الله ما بطلعها من قلة الفلوس واللي يعلم بنا رب. معلش انا مش هستحي كده، انا فعلا هروح منك قبل حلقتين وهكون خلاص. معلش معلش معلش. طب هي عايزه ايه؟ هي عايزه هي مشروع. هي المفروض اللي هي البنت ذوي احتياجات خاصه، طب هتعرف تشتغل؟ لا لا، هي عايزه مشروع زي مشروع بقاله كده بسيط. المشروع ده يعني احنا عملناه قبل كده لاكثر من حاله، بيتكلف حوالي بفضل الله عز وجل بيتكلف له حوالي 10,000 جنيه. تمام. هم عندهم شويه ديون وعندهم شويه التزامات، تم دراسه الوضع من خلال فريق المسؤولين عن الابحاث عندنا، اجمالي المبلغ تقريبا اللي احنا محتاجينه عشان نحل كل مشاكلهم 20,000 جنيه. دي الاسره دي. انا بقول لكل الناس اللي شايفاني وسامعاني دلوقتي هنا في البرنامج ده، جمعيه صدقه جاريه جمعيه دورها انها تبحث عن الناس اللي محتاجه بجد. لو تخلينا عن اسره زي اللي حضراتكم شايفينها دي هيكون مصيرهم ايه؟ وربنا لما يسالنا عنهم احنا هنرد نقول ايه؟ انت معايا يا استاذ؟ انا احدتك بالذات ان الام بتقول لو جرى لي حاجه بنتي دي، يعني بنت ذوي احتياجات خاصه وابنها عيان كمان، ابنها بسبب قله الغذاء للاسف الشديد، يعني ظروفهم وحشه قوي. ف
فجاله زي ايه بقى؟ يعني عنده ضعف مناعه دلوقتي وضعيف جدا. ضعيف. ما هو يا حبيبي ونايم خالص. انا نفسي الناس اللي سمعانا دلوقتي مبادره، ابدا شارك ساهم، الارقام موجوده على الشاشه علشان حضرتك تقول انا معاكو. عايز الناس اللي شايفه وشافت الحالات اللي احنا بنعرضها هنا في الايام الطيبه دي، عايز مبادرات ومساعدات حضراتكم في كراتين، مواد غذائيه، اطعام. الطعام من اهم واكرم الصدقات. طب احنا لسه قايلين امبارح خير من منكسى الكعبه بالحرير والدباج، ان احنا نعمل نطعم جائع، يعني لقمه في بطن جائع يعني لها نور ما بين السماء والارض. يعني نقف قدام ربنا ونحجي الله سبحانه وتعالى بان احنا انا طبعا احنا اتفقنا مع حضراتكم في بدايه التقرير او في بدايه حلقه النهارده ان عندنا حالتين، عرضنا حاله وان شاء الله يكون باقي حاله، وبعد كده في انجازات. الانجازات هتكون دليل قوي واضح عن مدى احتياج الناس، ولما بنوصل ليهم حضراتكم هتشوفوا مقابلتهم. ولكن عندنا حاله دلوقتي ايضا بعتذر جدا لحضراتكم. الحاله صعبه، الحاله صعبه جدا، مش صعبه انها نايمه على سرير، لا. الكلام لما حضرتك تسمعه وانت مؤمن وانت مصري وانت طيب، انا متاكد انك هتتحرك وهتقول انا مصري وبجد بدوري وشهامتي لازم اسعد واساعد الناس دول. ايه راي حضرتك؟ طيب نطلع نشوف التقرير اللي اصعب من اللي فات، اصل انا استحملت اللي فات عشان انا استحمل اللي جاي. يلا بينا نطلع نشوف التقرير ده. يعني 4 عيال يتامى حمل تقيل، فعمهم عم مش حد بيسأل حد، لا خال ولا عم ولا يهشان يكون. فأنا شوفي أنا عملت نقلت بيتي هناك لو بحتي حاجتي كلها زي ما أنت شايفة واضحة. أنا عايزة حاجة للعيال اليتامى دول. عشان خاطر ربنا العيال اليتامى 4 بنات، أول واحدة فاطمة ولاء وآية وجنى. محتاجة يساعدوني بس بجواز البنت. صادر بس، صادر بجواز فاطمة. بعمل الغدا لعيالي عشان جايين من المدرسة، والله العظيم قسما بالله ماشيين من غير فطار، والله العظيم ماشيين من غير فطار. كانوا مش بياخدوا مننا فلوس في المدارس، طالبين مننا كام 60 جنيه الافطار ده، 80 جنيه ل4 عيال، عشان ما دفعناش للكتب كده كده ما كناش بندفع. الوقت بيقول العيل عليه 20، انا اخرت عن كده تي هخليكم تدفع فلوس المدارس كلها 60 80 جنيه، قسما بالله ما عارفه ادفعها. أنا نفر واحد في التومين، ماليش تومين زي العيال مش معايا في التومين، أنا نفر واحد بس. كده تجيبوا نفر واحد بجيب بيهم أمي وجسد، جوز جزاز على يدكم فاضينا. الله يشفي من كل مرض ويحفيك ويجعل كل يا رب بميزان حسناته ويبارك في صحته ويكفي شر المرض وشر البلاوي ويخلي لولاده اللي يجيب صحني ولا معلقه لبنتي. الحمد لله على يد ربنا. العيال شافوا جيراننا اللي جيراننا دول بيصبوا بينزلوا العفش بيهم، ما يعملوا قلت لهم يا بنت يصبوا يا امي، احنا نفسنا عندنا بيت مظبوط وبيت حلو كده. احمد ربنا يا عيال، نحمد ربنا، احنا احسن من غير كنا قاعدين بالاجار. احمد ربنا على اللي انتوا فيه. الحمد لله. نفسي اخت فاطمه نجهزها عشان بابايا متوفي. آه
اعتقد ان الجهاز مش حاجه كتير، يعني الجهاز ممكن انه في، والله العظيم عايزه اقول لكل عروسه وتجهز نفسها، طلعي زكاه عفشك، زكاه حياتك الزوجيه، زكاه انك انت ربنا يكرمك وييسر لك في بيتك. لو انت عروسه زي ديت، انت من 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 لبسك طلعتي كام حاجه، ومن من مثلا من جهازك من كوباياتك، بتقولي انا عايزه صحن ومعلقه لبنتي، يعني لو طقم صيني كده انت طلعتي، كلنا بنجيب الطقم اللي قد كده، طلعي طقم، طلعي شويه لبس، طلعي كام ملايه. والله يا جماعه اعملوا زكاه جوازكم، زكاة حياتكم الزوجية. الأدوات الكهربائية النهاردة بالنسبة لها، والأدوات الكهربائية بالنسبة لها هي صعبة قوي، بس النهاردة في الأسعار الحمد لله كويسة قوي. الدنيا النهاردة مرتاحة، يعني بنت زي عروستنا كده بفضل الله عز وجل لفاطمة، لو جينا نجهزها النهاردة جهازها هيتكلف كام؟ الأدوات الكهربائية 15,000 جنيه. إيه الأدوات الكهربائية؟ يعني غسالة عادية، غسالة وتلاجة وبوتاجاز وأنبوبة غاز، ويعني شوية حاجات كده زي أطباق وحلل وشوية حاجات بسيطة، كل دول بيتكلفوا 15,000 جنيه، لأن أنا اشتريتهم لأكتر من 500 عروسة قبل كده. أنت جهزت ونفحوا الحاجات دي، ده احنا 15,000 جنيه بنجيب بيهم حاجة يعني. شوفي حضرتك بنتها بتسألها بتقول لها هما جيراننا بيعملوا إيه؟ قالت لها بيعملوا سقف خرسانة. فتخيلي إنك تدخلي عليهم بالحاجات دي، ده بيفرحوا جدا وبتتجوز وما شاء الله. تعالي ندخل البيوت وتعالي نشوف، تلاقي هناك أكتر من عروسة متجوزين بأقل من كده بفضل الله عز وجل، وعايشين وراضيين وبيحمدوا ربنا. ربنا يجعله في ميزان حسنات الناس بصراحة، انه يساعدوا الام دي صعبت عليا. انا عايز اقول ثلاثة بيشاهدوني كل واحد 5,000 جنيه نقدر نجهز بنتنا فاطمة بجهازها بفضل الله عز وجل، ونعرضه انجاز. وعايز افكرك خلاص انتهينا من الحالات، كتر خيركم، الارقام موجودة على الشاشة علشان اللي عايز منكم يساهم، او عايز مندوب يجيله اهلا بيه. اللحظة من دلوقتي لنهاية الحلقة هيكون عندنا انجازات، انجازنا اللي جاي ده طيبة بفضل الله عز وجل. ام محمد لو حضرتك فاكره اتكلمنا عنها هنا، كانت معانا في حلقه من الاولانيه، كانت معانا ايوه في حلقة الحلقات الاولانيه صح؟ ايوه. كانت طالبه ايه؟ كانت نايمه من غير شبابيك وابواب، وكمان ارمله، لان احنا معظم الحالات اللي بنخدمها بنسبه حوالي 60% ارامل وايتام. ارامل وايتام تمام. فبيتها كانت بتنام طبعا في عز البرد بردانه، والاكثر من كده نايمه خايفه على اولادها ان حد يدخل عليها من الشباك او من الباب. طبعا طبعا. ايه اللي حصل؟ حصل كانها ايه؟ نايمه في الطل. ايوه. ايه اللي حصل؟ انا ما اعرفش، رايك ما تعرفش؟ ايوه. طب خلينا نشوف استاذ سمير عمل ايه، يلا بينا. مش مصدق انا حضرتك جيت لحد بلدنا هنا ولحد الناس المساكين الغلابه الارامل وساعدتنا. قدرنا نوصل ليها النهارده علشان نسلمها الابواب والشبابيك ولحمه ومبلغ علشان تعيش عيشه كريمه. دلوقتي انا في خطواتي علشان اوصل لبيتها علشان نشوف البيت قبل. شكر يا جماعه، الف شكر الف شكر. بتقولي هجيب الاولاد فراخ ولحمه النهارده ان شاء الله. استني انا عايز اقول لك ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل اتفضل. واجيب لهم دعوه وهخبز عشان انا ما عنديش معاش، انا ما عنديش معاش يا اهل الخير، وانا بتكلم كده ما عنديش الا حبه التأمين اللي باخدهم، ببيع نصهم وبشرب بنصهم وباكل بنصهم في البيت، وربنا هو العالم. ثانيه واحده، قلت لي ان قلت لي ان انت هتجيب لحمه من الفلوس دي؟ لحمه ايوه هجيب لحمه من الفلوس دي. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل هجيب لحمه لاولادي. انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل اتفضل. انت ما تعرفيش ان احنا جايبين لك لحمه؟ لا ما اعرفش، انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ان انتوا جايبين لحمه، انا ما اعرفش بصراحه. ربنا اتفضل. جايبين لك احسن لحمه مفرومه، افتحها يا حبيبي. مفرومه البس لون، اشوفكم انا صابره ومعايا ربنا، ما حدش يقول معايا التلفزيون اهو. ست القطع دول ب 12 كيلو. اللهم صل على النبي، الله اكبر، اللهم صل على النبي. 8 كيلو لحمه مفرومه. اللهم صل على النبي، الله اكبر. 20 كيلو لحمه. ربنا يخليكم ويزحمكم المرض ويبارك فيكم ويخلي اهل الخير، يا اهل الخير يا اهل الثواب، اقفوا مع الناس المساكين الارامل اللي زي حالنا اللي مش قادرين بحق الاذان، ربنا يسترها عليكم ويخلي ولادكم ويزحمكم المرض. انا ست محرومه من كل حاجه، بس بقول الحمد لله، الف حمد والف شكر يا رب على فيه. شكرا. انا بقول لك شكرا. لو عايزين نعمل المشهد ده، لو عايزين نعمله مش هنعرف نعمله. لا. كلام من القلب. كلام من القلب. السجده دي ليها معنى كبير قوي. بدانا في تجهيز الشنط اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت. تمام. عشان خلاص مش فاضل وقت يا استاذ سمير. ايوه. وبدانا بفضل الله عز وجل نقول للناس إن يعني ايه ان شاء الله ان احنا موجودين بسبب الظروف والازمه اللي احنا موجودين فيها، الازمه الصعبه دي. تمام؟ فاسمح لنا نشوف ايه اللي حصل. بحاجه ثانيه؟ انجاز بسيط. انا سعيده. ايوه كده، اديني بعضا من الغبطه، يلا بينا نطلع نشوف حاجه ثانيه كويسه تفرحنا.
اعتقد ده مصداقيتنا وده انجاز جمعيه صدقه جاريه اللي انا بتشرف ان رئيس مجلس ادارها الاداره بتاعتها موجود معايا انه حد يعني ربنا يكرمك ويعزك ويجعله في ميزان حسناتك استاذ سمير. انا بس عايزه اول حلقه ان شاء الله ربنا يدينا عمر في طاعه الله بكره نتكلم بس على الانجاز لان احنا خدناه بسرعه احنا نوجع قلب الناس ونعدي على الانجازات كده بكره نتكلم فيها باستفاضه من فضلك ان شاء الله باذن الله. ربنا يدينا العمر في طاعه الله وشكرا جزيلا جزاك الله كل خير وجعل ما قلت وما عملت شكرا للمتبرعين شكرا لاصحاب الاموال شكرا للمتصدقين وشكرا لحضرتك ان احنا بنتعبك وشكرا لكل اخواتنا في الكنترول وفي القناه. جزاك الله جزاك الله خيرا. انا وصلت لنهايه حلقتي عايزه اقول لكم ان بالامس الاختلاط هو الغايه واليوم الافتراق سبحان من بيده البدايه والنهايه. لا يبتلى الانسان دوما ليعذب وانما قد يبتلى ليهذب. ما دمت في كنف الرحمن امنا فكيف اخشى المقدور يؤذيني. سلمت امري للرحمن واثقا بان ربي يحميني. يا رب اسعدنا بما نتوقعه وانزل السعاده علينا من حيث لا نحتسب. اللهم انا وكلنا امورنا اليك وانت خير وكيل. دبر لنا امورنا فانت من تحسن التدبير. يعني انا نهايه حلقتي بقول لكم يلا تبرعوا يلا الطريق الخير. اشوفكم بكره على خير وسلامه ان شاء الله. مستنيين اتصالاتكم حتى القاكم غدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.